شايفين كده الشاشة؟ ايوه استنى يا باشمهندس. بس، تمام. في حد لسه في الويتنج روم؟ تمام. طيب الديزاين له مراحل، هي سايكل كده يعني متبعه في الديزاين عموما، وده المنهج بقى اللي هنمشي بيه. اوكي، والماده مختصره في الدايره اللي قدامك، في الرسمه اللي قدامك، مش الماده بقى، الديزاين عموما. خلاص، هو احنا قلنا ديزاين يعني انا لازم احل مشكله، مش كده؟ وبالتالي انت لازم تحدد المشكله، صح كده؟ يعني انت لازم تحدد ايه المشكله اصلا انت عايز تحلها. يعني انت بتعمل بالديزاين مثلا حامل البروجيكتور ليه؟ ما هو في سبب يعني، صح؟ في هدف ما يعني. انت بتقول عبده بركات، انت عبد الرحمن صح؟ ولا اسمك عبده؟ عبده عبده بركات هنا ولا مش هنا؟ الرحمن يا دكتور. عبد الرحمن بركات صح؟ صح؟ تمام. طيب زي انت بتقول انا هعمل دولاب يشيل العدد بتاعه اللي في ورشه النجاره يعني، صح؟ يتعلق عليه الكلام ده. طبعا لو انت هم مش محتاجين الكلام ده، وخد بالك بقى هنا الموضوع دخل في ستيك هولدر. يعني ستيك هولدر صاحب منفعه، تقدر تقول شبه الزبون كده، بس هو ممكن يبقاش زبون، انت مش بتبيع له، انت بتعمل له يعني. فلو هو مش محتاج الموضوع ده وهو شرح لك ايه مشاكله وانا بعمل ايه وبتاع، يبقى ملوش لازمه. او انت استنتجت ايه مشاكله، مش لازم هو اللي يقول لك صراحه يعني فيس تو فيس، فيبقى الموضوع ملوش لازمه، صح؟ انت لازم تحل مشكله، فبالتالي لازم احدد المشكله. فانت عندك رقم واحد هنا ستيت ذا بروبلم. يعني ايه ستيت ذا بروبلم؟ يعني حدد ايه المشكله بالظبط. خلاص، ده بيبان طبعا في اول اساينمنت، يعني في اول تاسك. طبعا هو هنا نط شويه ان في يعني مراحل من واحد لاثنين. هنا مفروض في مراحل بقى، انا بعمل ايه والريكويرمنتس والسبيسيفيكيشنز وبتاع، وفي الاخر بطلع ايدياز افكار. ونط كده على اوت كام 2 كاملا، اللي هو بقى انا اطلع افكار، يعني بتعول على تصور للديزاين هيتعمل ازاي. ايدياز خلاص بالجمع اس، يعني كذا تصور كذا فكره. وبعدين رقم ثلاثة بختار مين افضل واحده. بعد كده ممكن ابيلد ذا ايتم، يعني اعمل له بيلدنج، يا اما بعمل بروتوتايب، يا اما برسمه، يا اما بعمله بحاول حقيقي. يعني في ناس ممكن تعمل بروتوتايب يتعمل على مثلا 3 دي برينتر، او هو يعمل بروتوتايب بنفسه بالخشب باي كان، يعني يعبر عن النموذج بتاعه. بعد كده بعمل ايفالويشن. يعني ايفالويشن بعد ما خلصت الديزاين لازم اختبره بقى، اقيمه اشوف فعلا حقق الاهداف اللي كنت عايزه يتعمل عشانها ولا لا. بعد كده ببدا ابريزنت ذا ريزلتس. وحته بريزنت ذا ريزلتس اللي هي رقم 6 دي تختصر اول اثنين اوت كم، انا اسف اخر اثنين اوت كم، الثالث والرابع، اللي هو انا ببريزنت بعرض النتائج بقى اللي هي بديزاين ريبورت او ببرزنتيشن. خلاص كده. طب ليه اللفه بترجع تاني؟ يعني ليه دايره مقفوله؟ لان ديزاين بيطلع وبيشتغل وبتكتشف فيه عيوب وبعدين تعدل عليه تاني، صح؟ وتنزل فيرجن جديد وموديل بتاع سنه تانيه او فيرجن منه تاني، حتى في السوفت وير بيعملوا كده. تمام كده؟ باشمهندس معلش، هو الجزء بتاع الاساينمنت في اللي هو حته ان انا بجيب المعلومات، هل شرط ان انا اعمل الموضوع ان انا اكلم زمايلي واشوف بقى يعني؟ لا مش شرط، انت ممكن مش شرط بنفسك قوي، انت ممكن تسالي. يعني انت ممكن تبقي انت فاهمه هم عايزين ايه يعني. وعلى فكره لو كلمتيهم مش مشكله، انت لو سالتي الناس او انت كطالبه اصلا عارفه ايه المشاكل وقلتيها ما يجراش. بس انا مش شرط في السؤال كده انك تروحي تكلمي زمايلك، يعني ما قلتش كده. بس انا شرط ان انت تحددي ستيك هولدرز وتحددي متطلباتهم. حددتيها ازاي بقى؟ سالتيهم كده، دخلتي عملتي سيرش بتاع، يعني زي ما انت عايزه. فدي الديزاين سايكل اللي قدامي ديت، دي دوره ديزاين اي منتج من البدايه للاخر. ساعات بتكون مفصله شويه، تبقى كبيره كده خلاص، ويمكن دي اللي مفصله اكتر. اللي هو ببدا من هنا بقى برضو، بحدد المشكله، بعمل برين ستورمنج، احدد الافكار،
كتير، بريسيرش عشان اجنريت ايديز طلع افكار كتير، احدد بقى الكونسترينز البوسيبيليتيز الامكانيات او كل ده في الحاجات المتاحه اللي هي الكونسبشوال ديزاين، يعني ان انا بطلع كذا فكره بسلكت ان ابروتش. حاضر يا يوسف ثواني. بديفلوب ديزاين بروبوزل هو زي ديزاين سبيسيفيكيشن، يعني بعمل موديل في الاخر او سواء رسمته او عملته بروتوتايب، بعمله تيست ايفالويشن. يعني طبعا السوليد ووركس انتوا عارفين هو اما او بس لو اتعمل موديل انت ممكن تعمل موديلنج، اعمل تيستينج، اعمل حاجه اسمها ستريس اناليسيز، يعني ان انا اجرب الموديل ده هو شغال كده الستريسز اللي عليه عامله ازاي، متوزعه ازاي، هل محتاج اتخن الحته دي شويه، الاجهادات مش عارف ايه كده، يعني اغير الماتيريال وهكذا. ممكن اعمل بعد كده ريفاين التست اند ايفالويت. طبعا الاول عملت تست ايفالويت لقيت فيه مشكله يبقى ابدا اعدل، اعمل ريفاين اظبط فيه، فعملت ريفاين. وفي الاخر ممكن اعمل كرييت او ميك بقى، اصنع البرودكت دوت وبعدين اكومينيكيت الريزلتس، يعني اعمل ديزاين ريبورت وبرزنتيشن. قول يا يوسف وارجع تاني. طبعا مشكله تانية هو التقسيمه ديت موجوده في المرجع صح في المبدا يعني. طبعا هو يعني اللي انا بقوله ده بس انترودكشن كده للموضوع، يعني مش موجود ولا موجود اللي هو ايه اللي موجود برضو مش فاهم الرسمه ديت والتنسيق دوت، يعني الملخص ده اني مرجع بقى في الماده نفسها، الماتيريال بتاع الماده دي ماتيريال ايه في بيجيت الماده اللي قدامك دي ماتيريال، وهتلاقيها موجوده على الويب سايت، هقول لك اللينك بتاعه في الباوربوينت الجاي ان شاء الله. طب تعالى ناخد حاجه منهم، بحدد المشكله، انا لازم افهم اللي قدامي ايه. يعني انت ممكن تستنتجها انت بالشكل وانت واقف، وممكن تحس الناس بتعاني، وممكن تبقى انت واحد من الستيك هولدرز دي فانت بتعاني معاهم، فلازم بتحدد ايه ايدنتيفاي ذا بروبلم بالظبط. برين ستورمينج انت عشان بتقعد بقى لو انت في ديزاين تيم، طبعا انت ما فيش ديزاين تيم فانت بتتعامل انه لوحدك، فبرين ستورمينج انت ممكن تفكر وتقول انا سالت، انا عملت سيرش، انا عشان ابدا افكر في البدائل، يعني اللي ممكن اطلع بيها بحلول للديزاين دوت. نفس الفكره هي حته الريسيرش وجنريت ايديز بقى عن طريق ان انا بعمل يا اما ريسيرش بدور اشوف حاجات شبهها اتعملت، طب ايه العيوب اللي في الحاجات اللي اتعملت ناقصه فانا ممكن ازودها، ممكن تزود حته بس، يعني انت بتخترعش تطلعش برودكت من اول وجديد خلاص، انت ممكن تعدل حاجه بسيطه، تزود اوبشن ما كانش متضاف يعني في البرودكت التاني. طبعا مهم قوي ان انا احدد بقى حاجه اسمها الكونسترينز، يعني جوه الموضوع من الاول ان انا بحدد الميزانيه، انت في ميزانيه انت بتقف عندها، في كونسترينز ثانيه غير الميزانيه. ايه هي مثلا؟ وده كونسترين شهير جدا في الديزاين، يعني المقاس. انت عمال تقول هعمل دولاب مثلا ايه الورشه باي مقاس يعني كده، ولا مش مسموح لك تزيد عن ارتفاع معين صح، عرض معين اوكي، حتى العده اللي هتتعلق دي ما انت المفروض عارف العده دي عباره عن ايه يعني، فانت يعني برضو هيبقى لودز الحاجه نفسها، الترابيزه ولا الحاجه اللي هتعملها ديزاين اللي هتشيل، مش لازم الطول بتاعها، هل الطول بتاعها مفتوح كده اقدر اغير فيه ولا لا، ده انا محدد بطول زي ما انت بتعمل ديزاين لترابيزه، يعني ارتفاع الترابيزه دي لو ما شاء الله كده ولا اكيد في كونسترينت، يعني محددات يعني خلاص. استهلاك الكهرباء يعني مفتوح، الحجم، الطول، العرض، الارتفاع، السمك، الماتيريال مفتوحه، طب الفلوس بقى اصلا مفتوحه، طب الخامات مفتوحه، طب حاجه ثانيه ينفع اجيب اي ماتيريال؟ هي تنفع بس طب لما اجي اصنعها اعمل حسابي في التصنيع زي ما هنشوف قدام اوكي، هل عندك جميع امكانيات التصنيع المتاحه انك تصنع بيها اي ماده اي خامه، ولا انت محدد برضو امكانيات تصنيع زي لو لات سيف الحاله بتاعتنا هتبقى في الورشه مثلا، في الورش يعني عندنا او المكان عندنا مش كده، يعني هناخد قدام ان حته ان ساعات الشكل بتاع البرودكت يحتم عليا ان انا لازم ما ينفعش اعمله خراطه، اضطر اعمله سباكه او حقن، ساعات الماتيريال تحتم لو بلاستيك مش هينفع اعملها سباكه اعملها حقن صح؟ يحتم عليا لو حديد ان انا ممكن اعمله لحام، ممكن اعمله رباط ومسامير، الومنيوم حاضر اعمله لحام بس لازم يبقى لحام ارجل مثلا مش لحام عادي قوس كهربي، فاصلا في البدايه خالص وانا قاعد شغال بختار كده وبقترح الماتيريالز لازم احط في بالي تصور ايه هتتصنع ازاي؟ هيبقى تصنيعها ازاي عشان مش تصنيع مكلف او يتصنع بطريقه او وسيله مش موجوده اصلا. اوكي؟ فدي كلها كونسترينز، والفلوس طبعا اخرك اللي هيشتري منك ده اخره يدفع كام في البرودكتس.
طبعا البوسيبيليتي زي ما قلنا انا بطلع كذا بديل وبقارن بينهم بسلكت ان ابروتش، بسلكت بايه؟ ببعض الماتريسيز. وطبعا حته ان انا استخدم ماتريكس زي دي وقارن الثلاث افكار بتاعتي اللي كله صمم ان هو قاعد يعملها الترم اللي فات وكله عملها غلط رغم انها سهله جدا يعني ما فيش حاجه خالص، لكن هي بالمناسبه هي دي مش باس، يعني الجدول المقارنه ده دي، بس الباس ان انت تقعد تحط ثلاث افكار مقترحات وتقارن بينهم تحللهم وتختار الافضل. هتستخدم الماتريكس دي، دي سؤال ديستينكشن يعني. وطبعا بطلع ببروبوزل بقى في الاخر بقى بسكتش يعني بقى الفاينل ديزاين بتاعي. ممكن اعمل في الاخر ممكن اعمل موديل او بروتوتايب. ايه الفرق بين موديل وبروتوتايب؟ حد عارف؟ لا بصراحه مش عارفه. طب حد يفتي؟ طيب هو الموديل يعني زي شكل كده ومجسم للموديل تمام نفسه. البروتوتايب يعني البروتوتايب ده حاجه يعني زي نموذج مصغر بس بيبقى محاكي له يعني هيشتغل وبيتجرب بالظبط هو شغال يعني. انت الطياره اللي قدامك دي لو هي شكل كده قدامك على المكتب هي شبه الحقيقه بالظبط بس يبقى كده موديل. لو طارت بقى لو انت حاطط فيها بروتوتايب يعني ما يسمح انك تحط فيها وقود بالنموذج الصغير وتجيب ريموت كده وبتطير يبقى كده بقت كده بروتوتايب. يعني بروتوتايب يعتبر موديل شغال. البروتوتايب يعتبر موديل نموذج بس شغال يحاكي الواقع يحاكي الحقيقه مش مجرد شكل. تمام. الموديل ده زي ماكيت كده لكن بروتوتايب لا شغال. دي اكزامبلز كتير للبروتوتايبس او مودلز يعني. هنا يمكن الفرق مش واضح قوي في الصوره اذا كان هو قصده بيها ان هو عامل حاجه يعني تشتغل ولا حاجه كشكل، بس هو لو الترس ده اللي هو عامله الابيض ده حي يعني هيلف ويروح ويجي كده قدامك زي ما هو هيعمل في الحقيقه كده بقى بروتوتايب مش مجرد موديل. الجيتار ده لو هيعزف هيبقى بروتوتايب، لو مجرد هو شكلا كده يبقى مجرد موديل فقط. دول معمولين طبعا ب 3 دي برينتر الحاجات ديت. انتوا عارفين يعني 3 برينتر طبعا. كنت جبت سيرتها انا في الميكانيكال. طابعه ثلاثيه الابعاد عندنا منها حتى في المجمع. بتعمل منها حاجات كتير يعني اما برودكتس في حد ذاتها زي كوبايات لعب اطفال اجزاء اصلا مستخدمه في مشاريع التخرج كتير يعني. يبقى جزء كده دراع بدل ما اقعد اعمله على مخرطه ومثلا يبقى طبعا يعني على مخرطه على الكلام ده بتبقى ارخص بتبقى اسرع. تمام. برينتر بحتاجها قوي لو بعمل شكل مجسم ثلاثي الابعاد معقد زي الوش ده كده خلاص. لكن لو هعمل حاجه مسطحه عاديه فانا ممكن اعملها عادي على السي ان سي راوتر ممكن هي مدوره اعملها على الفريزه او على المخرطه. تمام. ساعه عجل بيطلع في برينتر يعني منتج كامل بقى مش بروتوتايب مجات. السنة اللي فاتت يا باشمهندس كان في حد شغال على من هندسة تقريبا كان بيعمل برودكت على 3D printer. ما هم كنا وانتوا بتعملوا احنا ساعات بنعمل لكم حاجات في مشاريع التخرج يعني. بلال حتى اللي بيشغلها يعني وموجود منها في منها واحدة تحت كانت عندي في الهندسة العكسية كانت احنا كان كذا واحدة يعني اللي شغالة والتانية مش شغالة وهتلاقي في معمل اللي هو الميكاترونكس اللي عند محمد صفوة وابو سنة. اوكي ده شغله طول النهار يعني. في مفهوم انا ممكن اتبعه يعني اثناء في الديزاين ان انا بعمل ريفرس انجينيرنج هندسه عكسيه ان انا مش بعمل افكر بقى في منتج لا هو انا عايز احل المشكله وفي اوريدي عندي برودكت بيحل المشكله بس مش بيحل كل المشاكل فانا عايز اعدل فيه انا عايز اعمله وبالتالي انا ما عنديش بيانات عنه ولا داتا عنه او كتالوج عشان اصنعه فبالتالي انا هعمل له ريفرس انجينيرنج يعني هندسه عكسيه من اول وجديد. انا هاخده هو الجزء التالف في البايز دوت اللي اتكسر اللي انا مش لاقي له قطع غيار اللي مش عارف اجيبه منين عايز اصنع زيه عشان اصنع زيه لازم امشي في البروسيس بقى كله ممكن اعدل فيه ممكن اعمل ماتيريال اخف ممكن اغير في شكله واشوف هو اتكسر ليه واعدل فيه عشان ما يتكسرش تاني اعدل في سمكه اعدل في اي حاجه. فمن ضمن التكنيكس انا بستخدم الريفرس انجينيرنج من ضمن التولز مش شرط بقى ان انا يبقى قدامي سي ام ام بقى والكلام ده هي ممكن مجرد تبقى ان انا اقيسه ان شاء الله لو بفيرنير اقيسه زي ما هقيسه يعني خلاص او ب 3 دي سكانر زي اللي قدامك خلاص
ممكن بس الميزه في الحاجات اللي قدامك دي ان هم بيطلعوا لك موديل، يعني بيقيسوا وبيرسموا في نفس الوقت وبيقيسوا الحاجه بشكل اكيوريت وبيطلعوا دايمنشنز الصعبه. خلاص بطلع بقى انا موديل بدل ما كنت لسه ارسمه على السوليد ووركس، لا ده بقى مرسوم اوريدي، وابدا ان انا اعمل كات كام بقى، يعني ابدا ابعته وانفذه كام، يعني ابعته بقى للسي ان سي وكام. طبعا انتوا ايه عرفتوا قيمه بقى الماده اللي خدتوها في الترم الاول كده، ها ميكانيكال مع الكات كام مع السي ان سي صح؟ ايوه مش هنكلم انتوا كده. نعم ناس ننسى. لا يعني انا بشرح حاجه الحمد لله انتوا اوير بيها قوي، يعني قبل ما زمان الميكانيكال ما كانش فيه جزء السي ان سي، كنت اجي اتكلم في الكلام ده الناس تقعد تتنح كده يعني بالنسبه لها طلاسم. فالحمد لله باشمهندس احنا نفذناه اساسا. طب الحمد لله الحمد لله، فانتوا خدتوا حاجه يعني تجربه كانت مفيده الحمد لله يعني. طيب طبعا في حاجه اسمها تيستينج ايفالويشن، يعني في ساعات ناس بتعمل اختبارات متلفه حقيقيه، يجيب الحاجه ويعمل لها اختبار شد، اختبار لي او تورشن، اختبار كومبريشن، اختبار صدمات، واللي هو بيختبر التفنس تقبلها يعني انها تمتص الصدمه لو زي تشاربي تيست مثلا والكلام ده. اختبار من ده متلف يعني بيبوظ الحاجه فعلا. وفي ناس الستريس اناليسيس بقى على السوليد ووركس بيعمل الكلام ده تمام، يعني هو اوريدي ودي بيست الموديل، يعني قدامك ان هو بالموديلنج او بالستريس اناليسيس هو بيعمل الكلام ده، يقول لك الستريسز الحتت الحمراء دي ستريسز كتير. وفي برامج كتير بيستخدموها طبعا غير السوليد ووركس حسب التخصصات اللي هم شغالين فيها او المنتج اللي بيصنعوه. طبعا ممكن اعمل ريفاين للديزاين، انا بعد عملت ديزاين كمان لله وحده ما حدش هيطلع حاجه يعني فت من اول مره، يعني حتى مهما انت حليت المشكله هتيجي تحطه يشتغل هتظهر مشاكل تانية. وانت بتشوف الكلام ده في العربيات، هو ايه اللي بيخليه كل سنه ينزل عربيه موديل يعني تويوتا مش عارف 2011 2000 ومش عارف 12 13 وهكذا، غير ان هو عايز يبيع يعني ويجذب الناس يجيب زبون تاني، ده موضوع بس هو بيبقى بياخد ريفيوز، هدف الريفيوز اللي انت بتاخدها. وانت ممكن تستعين بالريفيوز دي لو في برودكت معين او في حاجه انت بتدور على النت، ممكن تبص على الريفيوز بتاعتها تشوف ايه مشاكل الناس بتشتكي من ايه لو انت مش عارف تتكلم مع ناس مباشره تانيه. فبيعمل ريفاين يعني يعيد بناء الديزاين وتعديله تاني او اعاده او تظبيط في التصميم تمام كده. الجزء ده انت هتحتك فيه في الماده دي كجزء ام او دي في اخر حاجه خالص في اخر اوتكم في البرزنتيشن، اللي هو بيقول لك انت عرضت برزنتيشن تمام قدام الستيك هولدرز وقلت الديزاين بتاعك كذا 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 وعرضت الرسومات وكل حاجه، ده في الكلام ده في الاسايمنت الرابعه في سؤال ام او دي مش فاكر. ففي ناس قاعدين بيتفرجوا هيقولوا لك لا بس انت كنت ممكن تعمل كذا، يا ناس يبقى عندها كيو ان اي شويه اسئله، انت كان ممكن تعمل كذا ممكن تعمل كذا ممكن تعمل كذا. خلاص السؤال بقى الام بقى او الدي يقول لك طيب قول بقى بعد البرزنتيشن انت ناوي تعمل ايه عشان تراعي اقتراحات الناس دي في المستقبل. خلاص تعدل الكلام ده في الديزاين، انت مش هتعدله خلاص انت خلصت بعد اخر حاجه يعني في البرزنتيشن مش هتصمم تاني، بس ممكن في المستقبل لو هتعمل فيرجن تاني او موديل تاني ازاي تراعي اسئله او كلام الناس اللي اتقالت دي تمام كده؟ بسموه ريفاين في الديزاين. وفي الاخر بقى لو هتصنع بقى انت هتكريت وتميك سولوشن خلاص بتاعك. وطبعا حته الكوميونيكيشن بقى بتاع البروسيس والريزلتس اللي بنقول عليه بقى ريبورت بقى، يا اما ديزاين ريبورت او بعد كده الديزاين برزنتيشن. طبعا حته كده في الاخر طبعا انت ديزاين عموما او مثلا ده قدامك شكل ديزاين، هو ايه ديزاين ده؟ مش عامل اختراع يعني، عامل ايه؟ ده يعني في افريقيا في احد القرى الفقيره ان الناس كانت تطلع تجيب ميه من المكان اللي هم فيه ما فيهوش ميه، فيجيبوا ميه من اماكن بعيده، يطلع بقى بيمشي بجراكن بقى يحطها على حمار يحطها على وتبر يحطها ازاي. فالموضوع كان صعب لصحته لظهره كان بيشيب وهكذا. ده حد عمل لهم ديزاين بسيط جدا يعني، عمل لهم زي فونتاس كده يتحط فيه الميه ويتربط فيه زي ما انت شايف الدراع المعدن ده ويجره كانه بيجر عجله ماشي بيه. هو كده سهل يعني، حتى يعني عمل حاجه ديزاين من اجل الايه؟ الهيومانيتي الانسانيه والهيلث والهابنس والسعاده والحفاظ على الصحه يعني وحل مشكله اجتماعيه. خلاص ادي ديزاين يعني، مش مطلوب منك اكتر حاجه في النطاق دوت يعني. اختراع يعني.
طيب دي كانت اول باوربوينت كده. طب تدوني كده لغايه نبدا في الميعاد بتاعنا عادي عشان ملتزمين برضو بالجدول 10:30. شباب تمام ماشي اوكي نرجع تاني 10:30. تمام 10:30 ان شاء الله. تمام تمام يا جماعه شكرا.